طيب يمكن حضرتك ده بالنسبه لاهميه هذه القمه، قمه القاهره للسلام، لكن لو هنتكلم عن الاثر الايجابي لهذه القمه حتى الان، احنا شايفين يعني زي ما حضرتك قلت حضور واسع، حضور دولي واسع، لكن حابين نعرف من حضرتك الاثر الايجابي بالنسبه لاشقائنا في فلسطين وللقضيه الفلسطينيه. شوفي حضرتك، يعني الاثر الايجابي احنا شفنا يعني يمكن امس بدات تدخل المساعدات الانسانيه، وانا هنا يعني لاحظت ان في تقارب كبير بين دخول المساعدات المصريه، بدايه الدخول يعني 20 شاحنه كبدايه، وبين انعقاد المؤتمر، يعني صحيح يعني دقائق قليله بالضبط، الفرق بينهم يمكن نص ساعه ولا ساعه الا ثلث ولا شيء من هذا القبيل. فده شيء ايجابي ان بدات تدخل المساعدات الانسانيه والادويه والمستلزمات لاخواننا الفلسطينيين في غزه، فده شيء ايجابي. شيء ايجابي اخر هو تاكيد مصر أمام المجتمع الدولي وأمام دول العالم وأمام إسرائيل وأمام الكل إن مصر لا تقبل بتصفية القضية الفلسطينية. صحيح. أبدا. والكلام اللي اتقال بقى عن تهجير للفلسطينيين إلى غزة وتهجير للفلسطينيين إلى الضفة وأشياء من هذا القبيل، كل ده غير متقبل. أيضا تم التأكيد على إن مصر بتتمسك بأمنها القومي ولا تتهاون فيه على الإطلاق. فكل دي يعني نقدر نقول انها نتائج ايجابيه ورسائل اطلقت في هذه القمه. ربما ايضا وبالتاكيد الدعوه الى الوصول الى حل شامل وعادل. دي نقطه مهمه قوي. يعني احنا طوال ال 75 سنه اللي فاتت من سنه 48 وحتى الان ما كانتش بتوضع حلول صحيح شامله صحيح او توضع يعني قضايا السلام العادل موضع تطبيق، إنما اللي كان بيتم حلول جزئية، مسكنات، أشياء من هذا القبيل. إذن كل دي إيجابيات لهذه القمة، رغم طبعا نقدر نقول أيضا إن لم يصدر بيان نهائي عن القمة نظرا للاختلاف في وجهات النظر.